السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب فضلا وليس أمرا. أخواتي الحبيبات اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم لكم يعني فكره سهله جدا جدا تقدروا ان انتوا بيها تحولوا الزيت لطعم وريحه السمنه البلدي الطبيعيه بدون اي تكلفه وبالامكانيات المتوفره عندك في البيت. تعالوا نشوف ايه اللي هنستخدمه. هنعمل ايه؟ دي قشطه، قشطه من وش اللبن. انا مجمعاها كده في بوله زي ما انتم شايفينها، بحطها في الثلاجه في الرف، يعني في الثلاجه الجزء بتاع الثلاجه من تحت، ولكن بحطها في اعلى رف في الثلاجه عشان تكون في ابرد مكان في الثلاجه. دي مثلا بتقعد تتجمع عندي مثلا خلال 10 ايام اسبوعين او اقل على حسب يعني شراء اللبن، خاصة لو انا بشتري من واحد بيكون الدسم عنده بتاع اللبن عالي، ولازم يكون لبن بلدي يا جماعة. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل ايه علشان نحول القشطة دي لسمنة؟ زي ما انتم شايفين كده اهي سمنة. طبعا طبق القشطة ده انتم شايفينه يطلع برطمان السمنة اللي انتم شايفينه ده، دي سمنة بيور، سمنة طبيعية بيور 100% معمولة من قشطة اللبن. طب الطريقة عملناها ازاي؟ الطريقة هسيبها لكم في نهاية الفيديو. بمنتهى السهوله تقدري تعملي سمنه عندك في البيت طبيعيه 100%. القشطه طيب نعمل فيها ايه؟ ما احنا مش معقوله هنسيب القشطه كل شويه بقى هنجمع السلطانيات في الثلاجه، لا دي خلاص السلطانيه دي اتملت. هتجيبي كيس نايلون وهتفضي القشطه وهتشيليها في الفريزر لحد ما تعمل مثلا اربع خمس سلطانيات من دي، تقدري تعملي سمنه كتير. طب لو انت مش الموضوع مش في دماغك قوي، كفايه قوي سلطانيه واحده تعمليها بيها برطمان زي ده، مش عايزين اكتر من كده. الطريقه هتلاقوها زي ما قلت لكم في نهايه الفيديو. طب عملنا البرطمان بتاعنا زي ما انتم شايفين ده، عملنا برطمان السمنه اللي هو اصلا من طبق القشطه ده، طبق بسيط خالص ممكن يتجمع عندك في 10 ايام اسبوع على حسب استهلاكك للبن، ولو انت بتشتري من لبان بيبيع اللبن بخيره يعني. طيب عملنا برطمان القشطه الصغير، برطمان السمنه البلدي الطبيعيه اللي 100% طبيعيه، عملناه اللي هو قد الكوبايه ده. هنعمل ايه؟ هنجيب الزيت بتاعنا اللي بنشتريه في الشهر او اللي بيجي معانا، ويفضل يكون الزيت اي زيت بقى عندك بتاع التموين، الزيت اللي بتشتريه دول مثلا الزيت اللي انا بشتريهم في التموين 3 4 ازايز ازازتين على حسب استهلاكك. هتعملي ايه؟ هتجيبي حله وهتسيحي كوب وهتنزلي السمنه هتسيحيها وهتحطي عليها الزيت وهتسيبيهم يسخنوا مع بعض لحد ما يقدحوا، تمام؟ وبعدين هتسيبيهم يبردوا خالص، ياخدوا درجه حراره المطبخ. ما تستعجليش ابدا ابدا على ان انت تستنيهم لما يبردوا، سيبيهم لما يبردوا تماما وياخدوا درجه حراره المطبخ يعني يبقوا ساقعين، وتبتدي ان انت ترجعيهم تاني في ازايز الزيت بتاعتك. كده انت عملتي ايه؟ حصلتي على سمنه فلاحي او زيت بطعم الزبده الفلاحي او بطعم السمنه الفلاحي بدون ما تشتري سمنه صناعيه. السمنه الصناعيه يا جماعه ضاره جدا بالصحه. ده زي برطمان السمنه ده انا مطلعاه من الثلاجه فعشان كده جامد، لكن لو اوريكم مثلا برطمان السمنه اللي انا بستخدمه اهو، ده برطمان السمنه اللي انا بستخدمه درجه الحراره في العشرينات، وبصوا سايح ازاي من جوه سايح. طيب دي السمنه الطبيعيه زي ما بقول لك، يعني حتى لو انت بتاكليها بشكل معتدل مش هتعمل لك اي مشاكل صحيه. مشكلة بقى السمنة الصناعي ايه؟ هقول لكم على معلومة احنا درسناها في الكلية، في كلية العلوم. ايه هي بقى المعلومة؟ المعلومة ان يا جماعة السمنة الصناعية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيوت سائلة زي كده، او زيوت بتكون نصف سائلة، يعني بتكون في مرحلة ما بين البنين ما بين السائل والصلب، بيعدوها على بيعملوا لها عملية هدرجة. يعني ايه هدرجة؟ بيعدوها كده على تيار من غاز الهيدروجين. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الهيدروجين ده الزيت بيكتسبه، هو الزيت السائل او الزيت اللي هو نصف سائل بيكتسبه وبيعمل روابط قويه جدا، وبكده بيتحول الزيت العادي ده لسمنه صناعي. طب الطعم بقى بيكون ازاي؟ بيكون عن طريق مكسبات طعم ورائحه، ما فيهوش ريحه السمنه خالص. خطوره السمنه الصناعي ايه؟ السمنة الصناعي يا جماعة بتكون روابطها قوية جدا، بتسيح على درجات حرارة عالية جدا. يعني السمنة الطبيعي ممكن في لو احنا في الحر في الثلاثينات تلاقي البرطمان سايح منك، لكن السمنة الصناعي لو الدنيا عاملة ايه، لو وصلت للاربعينات السمنة هتفضل، خاصة لو هي كانت نوع رديء، هتفضل زي ما هي جامدة. طبعا دي تخيلي بقى ما تاكليها هتعمل ايه في جسمك؟
يعني احنا درجة حرارتنا 37 درجة مئوية، لما تاكلي السمنة الصناعي دي هتعمل ايه في جسمك؟ هتعمل تصلب في الشرايين، امراض قلب، ارتفاع في ضغط الدم، هتجيب مصايب سوداء. طب وعلى ايه يا جماعة؟ ما بالطريقة دي الطبيعية اللي ما فيهاش اي مشكلة صحية حولنا الزيت بتاعنا في بيتنا لريحة وطعم الزبدة والسمنة الفلاحي بدون اي تكلفة وبمنتهى السهولة. برجوكم وبنصحكم نصيحة اخوية، بلاش يا جماعة السمنة الصناعي، بلاش بلاش بلاش، مضرها اكتر بكتير من نفعها، ولو كان على الطعم والريحة حلينا المشكلة وعملناها في البيت خلاص بدون اي ايه، بدون اي تكلفه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك للحلقه وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناه. ولو بقى عندك عايزه يبقى عندك سمنه طبيعيه بقى كميه حلوه، امشي على الطريقه اللي هحسبها لكم في نهايه الفيديو، هتلاقوها ظهرت دلوقتي ان شاء الله. هتقدري تبقى تعملي عندك سمنه محترمه جدا تستخدميها في الحلويات في الحوادق في اي شيء، رائعه وهتشرفك، وهقول لك جايباها منين كمان. وما تنسوش تشتركوا في صفحاتنا اسفل شاشه الفيديو، صفحاتنا على الفيسبوك مدرسه تيوب التعليميه ومدرسه تيوب للبيت. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.